10 دقائق الاخيره من مباراه الرياضي ومايت سبورتس، المباراه النهائيه لدور دبي الدوليه يلي اترفقنا نحن واياكم فيها بالايام العشره الماضيه. أنا قلنا كل مباريات الفرق اللبنانيه ثلاثه، بدي اقول مبروك ايضا لهوبس اداؤه كبير بهالدوره، باعتذار اكيد نرجع نشوف بطوله لبنان، نشوف الرياضه، نشوف هوبس، نشوف بيروت، نشوف الحكمه. أندري بلاتش عم يلعب على رودريك عال، علي حيدر عم يعمل الهالف، خايمي مالونزو تحت السلة عم بسجل خايمي مالونزو. صراحة ما حابب علق على ربع أخير بهالبطولة يكون في سكور بهالشكل ويكون الرياضي منه قادر يرجع. يلا رياضي أعطونا شي نحكي عنه، يلا علي حيدر أعطينا شي كبير نقوله عنك مثل العادة. ما كان زيمور عم يرتكب الخطأ، الخطأ الثاني على اللاعب الامريكي ماكنزي مور. ثلاث لاعبين امريكيين ومجنس، اكيد رينالدو وامريكي بورتوريكي، اندري بلاتش هو المجنس. بلاتش يلي تجنس بال 2014 للمشاركه مع منتخب الفلبين بكاس العالم باسبانيا، اذا ماني غلطان كان عنده افرج 21 نقطه بوقتها اندري بلاتش. ميكي لرينالدو، رينالدو وجه دوين جاكسون على اللو بوست، بيرجع لميكي ويليامز، ويليامز بجرب يخترق بياخذ الشوطة. ما معقول ما له حل هاللاعب، ما معقول ميكي ويليامز ما له حل. أكيد السلة محتسبة نقطتين، ميكي ويليامز كان داعس على الزيح لكن ما معقول إيده شو ثابتة. دادلي شوتر من الطراز الرفيع ميكي ويليامز. الخطا الثاني على ميكي ويليامز. انا مثل ما شفت يعني الحكم احتسب تكنيكال فاول على ميكي ويليامز. مايكي فيبر راح يكون موجود على الفري ثرو لاين. فيبر فقدوا تركيزهم لاعبين الرياضه بالفعل تكتيكال فاول. امير لعلي حيدر، علي من برا بيسلم مايك من جديد، علي بجرب يدخل بيعمل تراد، علي حيدر عم يكسر السله بسوبر سلام رائع جدا رائع جدا. التاك اللي عمله علي حيدر، عمل درايف طلع وكبس بايده الشمال بايده القويه، شدوا الهمه يا لبنانيه. 59 78 بعد ما خلص شيء، بعد ما خلص شيء. يلا في خطا جديد هالمره على مايك افيبرا، بوش كان في من مايك افيبرا، هيدا الخطا الثاني على مايك افيبرا. زكا كان مايك فيبرا بالطريقه يلي عم يدافع عليها، ايه خليه يعمل الفاول، ما مسموح بقى يشوطه بالسهوله يلي عم يشوطه فيها وعم يسجل. بلاتش علي حيدر، حدا يعمل الهال، حدا يضايق بلاتش، حدا يضايق بلاتش. بلاتش من جوا وويليامز من برا، ما معقول يلي عم يعملوه معنا اليوم. رودريك لدوين، فارق 21، ما بدي احكي بقى عن فارق، بدي الرياضي يرجع مع دوين جاكسون. اتمت على 3 بوينتس لدوين جاكسون، نقطة ساتسة بس، بعيد عن مستواه اليوم دوين جاكسون. هيدي أول محاولة ثلاثية من أربع محاولات قدر يسجلها دوين جاكسون، ست نقاط عنده بس، عنده ثلاثة ريباوندز بس دوين جاكسون، إيفن حتى ما عنده ولا أسس بمباراة اليوم. يعني على الصعيد الفردي بالتأكيد مايك فيبرا هو الافضل الى جانب العراجي اللي عنده 10 نقاط، وعلي حيدر اللي عنده 12 نقطة. ماكنزي مور من مسافة كثير بعيدة ما سجل، الحمد لله اخيرا اخيرا ما توفقوا، لكن رينالدو رينالدو فالكمان وحش صراحة. قاسية قاسية جدا رينالدو فالكمان بالبوستر دانك
وثلاثية جديدة من دوين جاكسون ما شفناها يعني ما لحقناها. دوين كان عم رد على بوستر داك اللي عمله رينالدو بالتمان بثلاثية. رودريجو أمير أوت. هيدي هي ثلاثية دوين جاكسون يلي ما شفناها. برافو يا دوين. فريق عم ينزل ل 17. على حيدر وبلادشون بكل روح رياضية تدفيش. عنوان هالمواجهة تدفيش. بدك تدفش لتقدر بعد أندري بلادش. هيدا إذا قدرت تهزه. ما معقول من جبل أندري بلادش. من جديد لوين طالع؟ لوين طالع لايزك كو؟ كو هوم. هيدا اللي قاله يا دوين جاكسون بالبلوك شوت يلي عمله ماكنزي مور. ماكنزي بياخذ الاتامب من زاوية متوسطة. خلصوا الثواني وخلص الوقت والبوزيشن مع الرياضي. يلا بالكامباك سلة وحدة. بيك شوت وحدة رح ترجع لنا الروح وراح ترجعنا على المباراة بشكل كبير. دوين جاكسون. دوين بياخذ الاتامب من برا. قطعت مع دوين جاكسون. باك تو باك عن 3 بوينتس عن الارك لدوين جاكسون. الديجي رجع بيعزف اجمل الالحان واجمل موسيقى على السمع هي فرحة الجمهور اللبناني بصالة مكتوم بن محمد ال مكتوم. رينالدو بالكمان وين رايح؟ رينالدو بالكمان وين رايح؟ عملوا الفاول عليه. اثنين وستين رينالدو عم ياخذ خطا جديد. مور لرينالدو. بالكمان رينالدو من المحاولة الثلاثية. ما معقول الثلاثية والفعالية. رينالدو بالباسكت مثل رونالدو بالفوتبول ما بيضيع. ما معقول رينالدو بالكمان بالطريقة يلي عم بسجل فيها. مرعب جدا رينالدو بالكمان. انسايد اوتسايد جيم قادر بشكل كبير. دوين جاكسون ما بيقدر يلاقي على حدا بالانسايد جيم. دوين جرب يعمل خطا توقف الفاس بريك لكن مور عم يكمل طريقه بيحط تحت ميكي ويليامز. ميكي رجعون لبرا رجعون لبرا. بعدونا عن سلتنا. ما معقول يعني خمس شوتر على ارض الملعب خمس قناصين على ارض الملعب. كيف بدك تربح الحرب؟ ويليامز ايضا بمحاولة جديدة ثلاثية. عبد الله هالمرة ما نجحت مع ميكي ويليامز. مع مايك إفيبرا. إفيبرا إفيبرا عم بسجل. أنتوان لمايك إفيبرا. أنتوان للسوبرمان. أنتوان للبلاير يلي هو تيم بحد ذاته يلي هو فريق بحد ذاته يلي هو أكتر من لاعب بلعب واحد يلي هو بطل. بطل بيظهر بالوقت الحساس وبالوقت المناسب. مايك إفيبرا الفريق 15 يا مايك. وعندنا 5 دقايق متبقيين. سجل الفري ثرو. خلونا نشوف شو بدنا نعمل بحالنا بالدقايق الاخيره من هالمباراه. وان شوت للبيك شوت مايك إفيبرا. إفيبرا عم يسجل. برافو مايك. 14 نقطة. إذا بلش الشو لازم نحن بدورنا نقدر نستفيد من الموضوع. بلاك المرة الخطأ منه ذكي أبدا يا إفيبرا يلي عملته على أندري بلاتش. المرة الخطأ منه ذكي. الخطأ كان لازم يصير قبل بس عمل سبين موف أندري بلاتش. 19 نقطة لبلاتش. ما بسجل على الفري ثرو لاين. وائل دوين جاكسون. دوين دي جي بلاتش عم يطلع لبرا ليدافع عليه لدوين جاكسون يلي بقرر يعمل درايف اتجاه السلة. ما بسجل دوين جاكسون لكنه عم يحصل على الفاول. شوفوا دوين جاكسون يلي عمله جود دريبلينج من دوين جاكسون. قدر يتلاعب باندري بلاتش ويجبره يعمل الخطا. هذا الخطا الثاني على الشبل اندري بلاتش. شو صعبة توصل للقمة عندما يكون في جبل بوشك.
اليوم الصعوبة كانت بالفعل كتير كبيرة بمواجهة أندري بلاتش، لكن أيضا يعني بصراحة في أول الرياضي اللي عمله بهالدورة بفريق شبه جديد بأجانب جديد بلاعبين معارين من نادي تاني، وبظل بطولة متوقفة وصوله للمباراة النهائية هو إنجاز لكرة السلة اللبنانية. مور لبلاتش على حيدر، عم يدافع على بلاتش على لوبوس مثل العادة، بده يجرب يعمل سبين موف لكن المرة بيطرح على رافينا. رافينا بيقول له انت تصرف يا بلاتش. بلاتش بيعرف دايما يتصرف مع خايمة مالونسو، بيجرب يطلع دوين جاكسون ستيل من دوين. برافو يا دوين. وائل حركة يا وائل. دوين جاكسون اوبن شوت. دوين جاكسون هو اللي بالوقت يلي غاب فيه الكل عم بيطل القمر. دوين جاكسون بدون نتيجة جديدة 12 نقطة. رياضي الكل عم يصرخ رياضي بالملعب، كلنا عم نصرخ رياضي بالملعب. ايضا تر اوفر، يلا تر اوفر. ثيردي بياخذ الخطا. ثيردي ما معقول هالاخطاء، ما معقولين هالاخطاء، بكلفونا كثير. شيء بيقهر. 12 نقطة. مع 10 نقطة وثيردي رافينا على الفري ثرو لاين. أربع أخطاء على كل فريق لحد الوقت بالمباراة. ثيردي ما بيسجل الأولي. صدقوني بعد في وقت، صدقوني بعد الرياضة قادر يقول كلمته. ثيردي عم يرجع بالثاني من أصل 3. ثيردي ثلاثة فريق وأيضا ما بيسجل. ثيردي رافينا واحدة من ثلاثة، ممتاز الشيء. يلا وائل خلونا نفاجئون. قصيت أوفنس وائل عراجي لمايك. شوفوا المان تو مان ديفنس اللي عم يعملوا خايمة مالونزو على مايك فيبرا مثل خياله، ما عم يتركوا. حبوا كتير لمايك فيبرا لكن نحن حابينه أكثر من اللي عم يعملوا هو وائل عراجي. ما بيسجل وائل. أيضا علي حيدر ما قدر ياخذ الريباوند. رينالدو الشبح تحت السلة، بلحظة بيظهر، بلحظة بيختفي، بلحظة بتشوفه بمطرح تاني عم بسجل. ما معقول هاللاعب رينالدو بالكمان، بتمنى شوفه بالليج اللبناني. لا رينالدو بالكمان. ثيردي رافينا لا بلاتش ما بياخد الشوطة. باري يروح على السلة. أندري بلاتش يعني بده سد عالي أندري بلاتش ليتوقف بالوقت يلي دوين جاكسون عم يسجل نقطتين جديد. الفارق 13 دايما دقيقتين و47. مور مع كنزي مور هو يلي عم يطلع الطابه بيسلمها لبلاتش. بده يبلشوا يستعرضوا، بده يبلشوا يعملوا حركاتهم مع بالكمان. عم يبرم على علي حيدر بياخذ الفيد اواي شوت ما بيسجل. ريباوند الدفاعي كان للعراقجي. العراقجي لدوين جاكسون ما بيسجل. دوين جاكسون وشوفوا تاثير، شوفوا تأثير بلاتش على أرض الملعب الكبير. يعني عامل بلاتش بين مزوجين خلينا نقول، رعب للاعبين. مش سهل تواجه أندري بلاتش بصراحة. مور ماكنزي، مور ماكنزي بحط تحت الباسكت خايمة مالونزو. رينالدو بيعمل الفيك، بقرر يعمل الدرايف ما بيسجل. رينالدو بياخذ السكند شانس. عمازن منيمي صراع كتير كبير على الريباوند. مين عم يحسمه؟ عم يحسموا علي حيدر لمصلحته. ورينالدو بالكمان على الارض. خليك على الارض او خليك على البنش. مباراة كبيرة لرينالدو بالكمان اليوم. قدر يسجل 25 نقطة و9 ريباوند. عنده ريباوند واحد رينالدو بالكمان وبيعمل الدبل دبل. بلاتش عنده 21 نقطة و9 ريباوند، أيضا بده ريباوند واحد ليعمل دبل دبل. أرقام لافتة جدا. الفريق الفلبيني ولاعبينه مع دوين جاكسون ما بيسجل. دوين ما بيسجل. دوين الطابة كانت فرصة كبيرة لإلنا لأنه تسجل بالمباراة. بلاتش بيقرر ينطلق ويلعب على علي حيدر بياخذ ايضا شوطه جديده.
ما بيسجل أندري بلاتش. دوين جاكسون عمل مجهود كبير دوين جاكسون، لكن بالتأكيد ما كان سهل أبدا 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 مواجهة أندري بلاتش وزملائه. دوين جاكسون بقرر يختار، بيروح على السلة، شو تايم دوين جاكسون بالسوبر سلام دانك، رائع جدا، عمل الدرايف وطلع بكبس، عم بفشغله عم بفشغله دوين جاكسون بسلة الفريق الفلبيني. 11 نقطة، بعرف صعبة بعرف صعبة، لكن خلوني ضلني متأمل، خلوني ضلني متأمل، دائما بتأمل بالرياضة، بتأمل بالفرق اللبنانية، مثل ما هو الأمل دائما بعودة لبنان إلى طبيعته بظل الصعوبات الكتير يلي عم يواجهوها اللبنانيين. كنا ناطرين ابتسامة، كنا ناطرين فرحة بهالمباراة من خلال الرياضة ومن خلال الفوز بدورة دبي، لكن بصراحة الأمور صارت صعبة كتير قبل دقيقة تماما على نهاية المباراة. ماكن زيمور عم بسجل نقطة جديدة. طيب واضحة على وجه أحمد فران، أنا أكيد لو كان الباسكت بلبنان بوضع طبيعي كنا شفنا الرياضة بجهوزية أكبر وكنا شفنا الرياضة بشكل أفضل. مع علي حيدر، حيدر على بلاتش مصر يسجل برواء، سوفت جيم بالوقت الحالي بين مايتي سبورتس وبين الرياضة والفريق الفلبيني وجمهوره عم يتحضروا للاحتفال بلقب دورة دبي. رح تلعب فير بلاي بالثواني وبالدقائق الأخيرة، 92-81 تشالسيو وفريقه راح يحرزوا اللقب للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتهم بدورة دبي. 92-81 راح تكون النتيجة من حقه بصراحة مايك سبورت يفرح، لكن ما راح تطول كثير عليكم وعلى كل الفرق اللي نفذ فرقنا اللبنانية. أنا أكيد الرياضة راح يرجع إلى دبي المرة الجاية ويكون مرشح كبير للفوز باللقب إذا ما كان بطل. أنا أكيد إنه باسكت بول اللبناني رح يرجع لطبيعته واللاعبين اللبنانيين مرة جديدة رح يسطروا على الإنجازات ويقدروا يكونوا على الموعد مثل ما عودونا. الرياض الحكمي، هومز بيروت وغيره من الفرق، ألف مبروك لمايتي سبورتس فوزوا بهالدورة. مايتي سبورتس يلي بالتأكيد ظهر بشكل جيد جدا، ما خسر أي مباراة، فاز بكل مبارياته بالدور الاول، فاز بالربع النهائي وفاز بالنصف النهائي وبلغ المباراه النهائيه وقدر يفوز. المتعه يلي امانها مايتي سبورتس بالتاكيد متعه جماهيريه ومتعه فنيه. مشاهدينا على الحد هون بدي ودعكم، دائما تابعوا شاشه لايف تي في، رح نكون بمواعيد رياضيه اكيد كبيره اخرى على امل السبت الجاي نكون موجود هون ايضا معكم ونقدر نكون سوا عم نتابع الدورة الجميلة دورة دبي. بدي اتشكر اكيد كل اللي رافقونا وكل اللي تابعونا بالدورة، تلفزيون دبي اللي كان ايضا عم يساعدنا للنقل المباشر عبر ام تي في ووان، واكيد كل اللبنانيين يلي كانوا ورانا ويلي كانوا مع الفرقة اللبنانية. بدي اودعكم والكم الى اللقاء.